يا شباب، اليوم عندنا تحدي رهيب. اليوم راح نرتب كرات لونهم عشوائي وترتيبهم عشوائي. اوكي شباب، طبعا عندنا 5 صفوف وعندنا 4 الوان، بدنا نرتبهم خلال 5 دقائق بداية من هسة. خلال 2 دقيقتين و14 ثانية، ايش راح يصير تتوقعوا بالتحدي الثاني؟ يلا نبلش التحدي الثاني. طبعا شباب، خلصت التحدي الثاني بدقيقة ونص، وظل التحدي الأخير تم أخلصه بدقيقة. يلا على التحدي الأخير، وإذا ما نفذتوش أو خلصته راح أخذ عقاب، اللي هو طبعا هيك راح يكون شكله. ويلا نبلش. أحمد ضايل لك نص دقيقة. جماعة، خسرت التحدي، بس سويت لون واحد. كانت خطتي إن هون أحط الأزرق وهون أحط الأحمر، بعديها أجمع الأصفر هنا وأبلش بالأحمر والأخضر، بس للأسف خسرت. أوكي، هاي العقاب، هاي ملعقة كبيرة منه. إذا أحمد سأل إيش فيه راح أحكي. يلا افتح فمك، ابلع. جد؟ ايش طيب؟ بلعته؟ يعني افتح. بلعته احلف. اشوف شو مكونات. ابلع. طيب ايش المكونات؟ ابلع بسرعة. والله بلعت. ابلعه كله. استنى. شو؟ شو طعمه؟ احكي لي. طعمه حاسس طعم طحينة. وشو اسمه؟ هاي النسكافيه وسكر. ما فيش سكر. الله لا يوفقك إلهي. الفيديو الجاي إذا وصل عندك 10,000 لايك رح نعمل لك تحدي ثاني. خسرت بالتحدي رح ترجع تاكل نفس العقاب. انتو قدها، وصلوا 10,000 وانا قد التحدي، لعينكم. بس طبعا هاي اخر الفيديو. شكرا لكم، بعرف اني طولت، ترى طول التصوير اطول من حياتي. اشوفكم في فيديو جاي. لا تنسوش الاشتراك واللايك، ومع السلامة. روح شوي على اليمين، ها، رجع شوي على اليسار، سوي
راح نرتب اليوم راح نرتب واحد اثنين اليوم راح نرتب كرات لونهم عشوائي.